نظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية، والتي يتم تنظيمها في 24 من الشهر الجاري بنادي الفروسية بمدينة نصر أو مدينة مصر للألعاب الأولمبية، ذلك بمشاركة 11 دولة عربية. وتأتي البطولة في إطار جهود القوات المسلحة لتعزيز الروابط العسكرية والثقافية بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مختلف الرياضات، بما يسهم في توطيد أواصر العلاقات والتعاون بين الجيوش العربية. هي بطولة كبيرة جدا، بطولة عسكرية وبطولة ناشئين دولية وبطولة جمهورية، وده توجه مهم من الدولة لتطوير رياضة الفروسية. في منشآت كبيرة جدا تمت، وأنا سعيد إن إحنا جزء من منظومة بتسعى لإنجاح رياضة الفروسية في جمهورية مصر العربية. تأتي أهمية البطولة هذه بعد يعني فترة طويلة ما عملنا، رجعنا اليوم لقينا نفسنا الحمد لله رب العالمين مشاركين في بطولة، أو حنعمل بطولة إن شاء الله في جمهورية مصر قوية جدا، مضمار جديد وخيل جديدة وقوية إن شاء الله، وفرسان عندهم خبرات، لذلك احنا حيكون فرصة لتشارك الخبرات وفرصة لتحقيق نتائج وفرصة لتطوير الخيل وكذلك الفرسان، ويعني حتى الفكر الرياضي بشكل عام.